ما هو معنى العصر؟ هذه العقيدة معقدة عجيبة، لأنه الذين يتهجمون علينا لأننا نعتقد بالعصمة هم يعتقدون بالعصمة بشكل أوسع منا. نحن نعتقد بأن المعصومين 14 في هذه الأمة، ولكن عندما تذهب إليهم تجد أنهم يعتقدون بأن المعصومين عشرات الألوف. من هم هؤلاء المعصومون؟ كل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كل من شاهد النبي وروى حديثه أو شاهده فقط، هذا يعتبر معصوما، لا يمكن أن يمس بكلمة واحدة. إشلون صار مئات الألوف من الصحابة هؤلاء كلهم معصومون، ولكن 14 شخصا لا يمكن أن يكونوا معصومين؟ هذا تناقض في التفكير، هذا تهافت في المنطق، منطق متهافت. باؤكم تجر وباؤنا لا تجر. هؤلاء الصحابة إما أن يكونوا معصومين، إذن ما هو انتقادكم لنا في اعتقادنا بهذه الفكرة؟ وإذا ما كانوا معصومين، يعني مثل بقية البشر في كل الأزمان هنالك بشر يخطئ ويصيب، إذن ما هي ميزة الصحابة إذا لا يخطئون؟ فلماذا تنتقدوننا في فكرة العصمة؟ وإذا يخطئون ويصيبون، إذن شأنهم شأن الآخرين، يمكن أن ينتقد منهم موقف ويمكن أن ينتقد منهم فكر. ما هي حل هذه المشكلة؟ أنتوا اطرحوا هذه المشكلة عليهم، شوفوا شنو جوابهم عن هذه المشكلة. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في عقيدتنا لا يذنبون مطلقا، مو فقط المعصومون لا يذنبون، وإنما هنالك أفراد فاقدون لمقام العصمة، ما عندهم عصمة، ما عندهم ذلك المقام الإلهي وذلك التأييد الغيبي، ولكن مع ذلك لا يذنبون. الشيخ عبد الله الششتري، هذا من علمائنا الكبار، هذا ينقل عنه، طبعا القضية قضية تحتاج إلى توفيق وتحتاج إلى تهذيب. 30 عاما لم يذنب ذنبا واحدا. ممكن؟ نعم، حتى للبشر الذي لم يعطه الله سبحانه وتعالى مقام العصمة يمكن خلال 30 عاما أن لا يخطئ. الشيخ عبد الله الششتري. أعظم من ذلك، راجعوا كتب الرجال، لم يرتكب مكروها خلال 30 عاما. مكروه، النوم بين الطلوعين مكروه، لم يكن ينام بين الطلوعين 30 عاما. مكروه لا يرتكب،
وأعظم من ذلك 30 عام لم يرتكب مباحا واحدا. هذا هو الأعجب. مباح يعني شرب الماء مباح بعنوانه الأولي بطبيعته الأولية، ولكن شرب الماء يمكنك أن تجعله لله. أنا أشرب الماء لكي أتقوى على عبادة الله. هذا شرب الماء يخرج عن كونه مباحا ويتحول إلى عبادة. رجل عادي خلال 30 عام لا يرتكب ذنبا ولا مكروها ولا مباحا، كل ما صدر منه إما واجب وإما مستحب،